لخبز السميد رح نحتاج لثلاث كوب طحين، معلقة صغيرة ملح، معلقتين صغار خميرة، معلقة صغيرة سكر شعبان، كوب حليب دافي، خمس معالق كبيرة دبس عنب، وخمس معالق كبيرة مي. السمت بالنسبة لعجينة السمت زي ما هي مكتوبة عندكم، احنا ما عملناها لانه كلكم بتعملوها دائما العجينة. اللي بيميزها انه ما فيها زيت، دائما عجائن الخبز ما بحطوا فيهم زيت. اذا بدكم تستعملوا زيت تستعملوا، بس عشان تدهنوا فيه الزبدية او تدهنوا فيه وجه العجينة عشان ما تنشف. بس هي اجمالا اي عجينة للخبز عادة ما بيكون فيها زيت. هلا انا بعملها وحدة كبيرة، هي لازم ترتاح. وبعدين بقسمها، اذا بدكم اياها تطلع سميد هيك هالقد مثلا حجمها، بدكم توزنوهم على الميزان تطلع كل واحدة عندكم 70 جرام. اوكي. وبعدين حطيتهم هيك حتى يرجعوا ترتاح العجينه. هلا رح نبدا تركيها ترتاح. يعني شوفي انا الصراحه لما بعملها وبتطلع كتير زاكيه بعملها بالليل. وبتركها شوي تنفش وبعدين بحطها بالثلاجه. ثاني يوم الصبح بقيمها بعملها بشكلها بتركها يدوب بترتاح 10 دقائق وبدخلها على الفرن. حلو. تطلع اطيب شيء يعني بتكون مرتاحه على الاخر. بتكون مرتاحه 100%. حلو. طيب يعني اليوم بيعملوها وبياكلوها بكره، بتقدروا تعملوها بكره وبيفطروا عليها يوم الجمعه. مزبوط. يعني عشان هلا الجمعه صارت حلوه الفكره، دائما احنا بنفطر مع بعض بالبيت وهيك، فبتكون عندكم فكره لذيذه. اوكي. طيب انا بس بدي اطمن على الشكشوكه. الشكشوكه عمالها بتعمل بابلز. عم تغلي تغلي. هيها ريحتها بصراحة كثير زاكية. يلا اوكي. بعدين البهارات انت ايش حطيت عليها بهارات؟ حطيت عليها ملح وفلفل اسود بس. بس. هلا انا بدي انقلها هون قبل ما نبدا بالسميد. خلص هي هذا نطفيه. طيب بدنا نرجع انت كثير متحمسة، حاسستك للشاي التركي. قلت لهم بدي اصب الشاي. لانه حابة هيك شكله على السفرة. بيطلع كتير حلو. طيب بدنا نرجع نذكر كل الاشخاص اللي انضموا لنا هلا انهم بيقدروا يفتحوا على صفحتنا على الفيسبوك ويشاركوا معنا اذا كان عندهم اي اسئله اي استفسارات يبعثوا لنا اياهم، واكيد ما تنسوا تعملوا لايك وشير، وكمان بتقدروا تتواصلوا معنا على الهواء مباشره على رقمنا 06-566-50-55. طيب هذه رح احطها بالفرن. ورح نخليها لحد ما بدنا بنقدم بالاخر السفره تبعتنا، بتكون ان شاء الله جاهزه. جاهزه. أوكي. على درجه حراره قديش؟ يعني 180 وبدها تقريبا 10 دقائق مو اكثر. اوكي. ام سند عم تحكي يسلم دياتك، وصفات روعه. وايديك يا ام سند، شكرا كثير. طيب هلا نبدا بالعجينه. هلا العجينه زي ما حكينا بدها تكون مرتاحه. بدها تكون مرتاحه ووزنها تقريبا 70 جرام. رح الفها، ما رح احط طحين على الطاوله كثير لاني انا بدي اياها تضلها تلف معي مزبوط. اذا حطيتوا طحين رح تغلبكم. أوكي. في وصفات ثانيه بنحط فيهم طبعا. بس هذه ما بدها فيها. وبدنا نعملها طويله، نرقها طويله قد ما بنقدر. انا ببدا دائما من النص وبعدين بكملها للاطراف. هلا الكعك كمان اللي بيميزه، بتعرفي احنا كلياتنا بحس منطقه الوطن العربي مع تركيا مع هيك كلنا عندنا نفس الشيء، لانها هي بتشبه شوي كعك القدس كمان. أوكي. بس السميد بتكون شوي يعني هيك قاسية اكثر، فكلياتهم بيشتغلوا فيهم بنفس الطريقه اللي هي بحطوهم هيك وبغطوهم بالدبس. حلو. وبعدين يعني بتركيا وانت ماشي بالشوارع بتكون العربيات تبعون السمت كل يعني بين عرباي وعرباي في عرباي. مزبوط. يعني صح. غير عن العربيات تبعون الكستنة كمان. يعني هاي شيء موضوع ثاني هذا. هي دانا عمالها بتحب تذكركم باشياء تركيا. يا الله شو كانت صح. عن جد العربيات تبعون السمت خصوصا الصبح بتكون ريحته بس تمرق من جنب العرباي بتشهي. وبكون حاططهم اللي عماله ببيعهم على العرباي، بكون فيه هيك عمود خشب ومعلق هيك محطوطين بقلبه. يا الله شو بشهوا. وضلك كلي هناك، ضلك كلي. بشهي اكلهم عن جد. بس يلا هلا هيك الواحد بيقدر يغير. هي صارت الوصفه عندكم، تقدروا تعملوها، تقدروا تحسوا حالكم انكم تركيه 100%. هلا شايفه ام مراد عم تحكي برنامج روعه، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك يا ام مراد. اوكي. مثل ورد على احلى مطبخ عم تحكي لنا نجاح عوده. شكرا لك. شكرا يا نجاح. هلا معنا اتصال. تمام. يلا خلينا ناخذ الاتصال. الو. مرحبا. اهلا مرحبتين. كيفك دانا، شو اخبارك حبيبتي؟ تمام، انت كيفك؟ نور اليوم ما شاء الله. حبيبة قلبي يا نور حبيبتي. احكي لنا يا نور، بتجربي وصفاتنا؟ اكيد. طبعا امبارح عملت وصفة الشيف امتياز العنب. يا سلام. اي واحدة منهم؟ العنب.
ايش عملتي الزبيب ولا عملتي الملبن؟ المربى. المربى حلو. تمام، كيف طلع معاكي 100%؟ ما شاء الله بجنن بجنن، يعني وصفاتك بتجنن. شفت ثانية وشفت امتياز عن جد، يعني ما شاء الله مبدعات. شكرا لك يا اميره، شكرا لك كثير. يعني انا بحبكم كثير وبحب اشارك معاكم وبنبسط لما بشوفكم والله. حبيبتي شكرا كثير يا نور. شكرا كثير لك. شكرا يا نور، ان شاء الله تضلكم متقدمين ومتألقين يا رب. حبيبتي نور، احكي لنا في اي وصفه او اي طبخه حابه انه نعملنا عم نعمل لك اياها على كل شيء بيخطر على بالنا بتسووه بدون ما نحكي، بدون ما تطلبوا. احكي لنا نور، ابعثي لنا اذا في بالبال. يلا والله حبيبتي اذا خطر اي شيء على بالك كمان ابعثي لنا اذا بدك اي شيء. والله انتم ما شاء الله عليكم، يعني الله يحميكم والله يسلم ايديكم يا ربي ويعطيكم الصحه والعافيه يا رب. حبيبتي نور شكرا كثير لك وعلى حكيك الحلو وشكرا لاتصالك. شكرا يا نور. طيب هلا بعد ما عملناهم ورقناهم هيك، انا بحب ارقهم بدون كفوف بس هلا عشان بدي اتحكم اكثر. هلا بتحطوا بتجيبوا دبس عنب، لازم تجيبوا دبس عنب. اذا ما عندكم دبس عنب بتقدروا تجيبوا دبس تمر. اوكي، فرح نحط دبس العنب بالزبديه اللي هي هيك، ورح تحطوا فيها مي عشان بدكم شوي تخففوه لانه هو بيكون كثير سميك كثير ثقيل. هلا هو هذا السر اللي بيعطي خبز السميت اللون حلو. هلا هذا بعد ما لفيناها هيك رح امسكها ورح الفها هيك العجينه. اوكي، وبعدين رح اسكرها وبعدين رح اغطها بقلب الدبس ليلبسها 100% من كل الجهات. اوكي، وبعدين رح احطها بالسمسم. هيها حبيت لا الشكل الشكل واو. تحبي دانا تعملي وحده ولا اعمل وحده؟ بس لازم البس جلافز، فخليكي هلا انت اعملي. طيب هاي انا رح اعمل الثانيه. هيها بتلفوها هيك. اوكي، وبعدين بتسكروها، تقدروا تسكروها هيك تقدروا تطلعوها من جوا. بعدين رح تحطوها بالدبس لتلبسها مزبوط. هو هذا اللي رح يعطيكم اللون الحلو، رح يعطيها هيك طعمه كمان طعمه شيء حلو بس خفيف. حلو، راح نحطها هون. راح اعمل لك الدوره انا. اوكي انت تحطيها ولا انت جعبالك؟ لا انا بعملها. يلا يا اوكي ليها. هلا يلا يا مروه تحملينا، بس قبل ما نطلع خليني اجرب. يلا يلا بدي اعمل وحده. ورجيهم قديش هي سهله. صح. اوكي، في ناس بيقولوا لي انت بتبيني لنا على التلفزيون انه الشيء عم تعملي كثير كثير سهل وهو ما بكون. لا هو كثير كثير سهل. هيها دانا بشيت معاها هيك منيحة ممتازة. دائما بتبدي من النص وبترجعيها على الأطراف. والله بطلة دانا وهلأ من النص. يا سلام والله إنك معدلة. والله إنك معدلة، والله إنك شاطرة. أوكي، بعدين أنا بتلفيها هيك وهيك. أوكي، نغطها أول إشي هون. هي ما عندكم اي حجه تقولوا لنا ما عم تزبط. عن جد هي اذا انا زبطت معي. ها برافو عليكي. يا سلام. اوكي